مرحبا بكم. هذه أجندتكم الثقافية من سهر الليل، متابعات وتغطيات خاصة لمهرجاناتنا التونسية. تابعوا حلقتنا لليلة. هو الفنان القبيلي ولا الأمازيغي، عرفناه زادا كسفير التاريخ والأغنية الجزائرية. أكبر نجاحاته أفافا إينوفا. إدير فنان السلام، الفنان الجزائري الأمازيغي، كان حاضر على مسرح بوغرنين الدولي. C'est une longue histoire qui a commencé en 77. Les Mahrajans de Carthage, voilà. إنها قصة طويلة مع تونس، بدأت من سنة 1970 من مهرجان قرطاج. وقتها قمنا بجولة في ضواحي العاصمة، مهرجانات مثل الزهرة، حلق الواد ومهرجانات أخرى. بعد ذلك قمنا بجولات داخلية مثل سوسة ومعظم المدن التونسية تقريبا. لم أتعود على حفاوة الجمهور الكبيرة، لكن في فترة السبعينات كانت استفاقة البلدان التي تحررت حديثا. إفريقيا أيضا نهضت وبلدان العالم الثالث. Oh,
أمازيغي مرحبا. شنو هي الكاسكيت هذيا والعلم هذيا يرمزوا لشنو؟ هذا يرمز لشعار الهوية الأمازيغية. الأعلام هذا معناها يرمز لجميع سكان شمال إفريقيا. اللون الأزرق هو سكان السواحل، الأخضر السهول وجبال الأطلس، لاف سكان الصحراء اللي هم موطن التوارق. الحرف الموجود بالأحمر هو حرف الزاي الأمازيغي، يرمز للحياة اللغة الأمازيغية والحضارة الأمازيغية، يعني ومقاومة الأمازيغ منذ التاريخ من عهد ماسينيسن ويوغرثن لهويتهم ولغتهم الأمازيغية. خاطر في عمري انا ونتاع جيلي انا ونحب الغناء هذاك كهو نفرح كي يجيو هذوما عباد، خاطر فنانه باهين وعندهم طابع، ومش خاطر فكاني في صغري برك، على خاطر انا يظهر لي زاد هاو فما صغار وكل باش يتعرفوا عليه هكا هاو فرحانه كوا. I'm gonna get you.
سمير عسلامة. مساسيني يظهر لي نلقاو كان في البلاتوات السياسية في التظاهرات السياسية. أنا نجي برشا، أنا لا أنا ماك تعرفوني، أنا نحب الثقافة ونحب الإبداع، وهذا أون بلوس يذكرني بشبابي، دونك ما نجمش ما نجيش. هذولي سهرية سبيسيال اللي. سبيسيال تخي سبيسيال، عطيها الصحة سلمى كي برمج لنا سهرية هذيك. تعمل اليوم جيت تساند في سلمى خاطر هي ديريكتريس نتاع المهرجان وإلا من لي فان نتاع يدير؟ أنا من لي فان نتاع يدير دابور، قلت لك من سنوات، ولكن أنا هذا خمس ولا سادس سبيكتاكل جيتو، حتى مثلا ناستراموس نعرفها جيتها، سلوان نعرفها جيتها، لا نجي لسلمى. أما هذه سبيسيالمون يدير يلزمني نجي. ان غران ارتست اسمو يدير دونك نتصور باش تعدى سهريه مزيانه برشا سني بروغرام ياسر مزيان في مهرجان بوغرنين بروغرام ديني دو سو فيستيفال دو سو غران فيستيفال وينجم يعمل هكا يدز هو بمرافقه ويقول لنا مهرجان كبير.
عشان وطنية اثنين سهر الليالي سون العرب ديزون الخبار نتمديت اون تمازيغ. الفنان التونسي والعربي صابر الرباعي أمير الطرب كان له موعد مع جمهوره في نابل وتبعناه على مسرح مهرجان نابل. كاميرا سهر الليالي كانت حاضرة ونقلتنا الصور هذوما. صراحة كيف كانت هذه السهرية؟ رائعة جدا جدا جدا. ياسر متميز في صوته في أخلاقه في كل شيء، وجمهور نابل عاش فترات سعيدة على الأخر، حفلة طيارة على الأخر يعطيه الصحة. عودنا صابر هذاك هو وإن شاء الله ديما موجود في مهرجاناتنا. عالمية بريمون بيه برشا
يعطيه الصحه. الحفله كيفاش كان؟ كما عودنا صابر ديما الامتياز، شهاده امتياز. لا كلاس، ما عندي حتى تعليق اخر، معناها نلخصها في كلمه واحده، لا كلاس فريمون، معناها برافو. إدارة المهرجان أو لجمعية تنشيط المهرجانات بنابل تحية شكر ليهم هما، لأنهم خدموا وتعبوا وشفت حجم التعب اللي تعبوه، وهذا أكيد يعني ما مش بالصدفة، لأنهم يحبوا البلاد هذه ويحبوا الولاية نابل وتونس، يزمها في 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 خيالهم وفي قلوبهم، يزمها تمشي قدام، ما يزمناش نشدوا ايدينا التالية او نهبطوا ايدينا، يزمنا نخدموا بالقدا وننشطوا البلاد هذه، لان احنا ما كشعب تونسي ما نجموش نعيشوا من غير نشاط ومن غير حيويه وحب صادق للبلاد هذه. مراحه من بين الجديد وال ما نقولش القديم، مي الاغاني اللي ممكن ما خداتش حظها بالقدا بتات، لكن نحبوا نرجعوا نقولوها ونغنيوها، خصوصا انه فما اجيال جديده تولدت ويحبوا يسمعوا، ونحبوا نعودوهم على الاغنيه الجميله والاغنيه اللي فيها حس فني وكلام جميل. دونك باش تكون مراوحه ما بين الجديد وال قديم، وخصوصا انه عندي برشا ما جيتش المابل، وهذه فرصه انه دونك نغني الماكسيموم، ولو انه البرنامج كله واضح، يعني احنا في قبل الصيف نحضر البروجرام كامل بيان سور، وهو البروجرام اللي نمشي به طبعا من البلاصه بالنهايه، يعني حتى نحافظوا على الصيغه الاحترافيه، يعني لازم يكون أهميه، او جمهور نابل ما يقلش اهميه عن جمهور اي مهرجان اخر، يعني دون ذكر اي مهرجان اخر، لكن من حقه الجمهور نابل يعني يسمع ويحضر للفنانين اللي يحبهم، اللي انه معناها من حقهم، واحنا من واجبنا ان نكونوا موجودين. ولا هذا هو اهم شيء، يعني انا حبيت ان اثناء عملت
معناها معناها فوالا اون تورني ان بو سبيسيال ما بين قصرين وما بين نابل وما بين قرقنه اول مره. عندي برشا مشيت مستير رجعت سوسه كيف كيف سيدي الظاهر معنا عندنا برشا مشينا لوش دونك وهذه حاجه حلوه ياسر معناها بالنسبه لي انا المسيره نتاعي بالنهايه يعني فمهرجانات كبيره واللي والامكانياتها كبيره والامكانيات صغيره كيف كيف يعني زلنا نشوف المزيد. بلا جديد خير خير وبركة جديد جاي وذا فويس على الأبواب والأغاني جديدة إن شاء الله تكون بداية السيزون جديدة وإن شاء الله إن شاء الله كل الخير موجود إن شاء الله. ثقافي لليلة وفي لكن ما زلنا معاكم في سهر الليلي كل ليلة 9 متاع الليل تابعونا على الوطنية الثانية. هكا ما بقالي كان باش نقول لكم أجمل تحية كامل فريق البرنامج تصبحوا على خير.